السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد، وحلقتنا اليوم عن أفضل عشب طبيعي قدمت للطيور، ولكن هناك طريقة يجب أن تفهمها ويجب أن تتابعها وتطبقها كي تحصل على النتائج. اليوم عشبتنا أخوة الكرام تعمل عملية امتصاص للبكتيريا، ومطهرة للجهاز الهضمي، ومطهرة للجهاز التنفسي، مانعة لحدوث مانعة لحدوث النقطة السوداء عند الطيور، وخصيصا لمربي الريد فاكتور ومربي طيور اللون اللي عم يستخدموا كميات كبيرة من الصبغات. بنصحك بهاي العشبة للآباء، والله وإن شاء الله لن ترى النقطة السوداء في الفرن. طبعا جربت على اكثر من نوع من الطيور، وجربت عند اكثر من مربي، والحمد لله رب العالمين كانت الفوائد مرئيه وملحوظه. عم نحكي اليوم عن عشبه الزعتر الاخضر او اكليل الجبل، له تسميات كثير، ولكن الاصح هو الزعتر الاخضر او زعتر البرد مثل ما انتم شايفين. هذا هو طبعا اللي بتحصل عليه من الطبيعه وبيعرف مكان وجوده بالطبيعه لا يشتري من الاخضر، يروح على الطبيعة يجي أفضل، وبيكون تركيزه أقوى، لأن المزروع غير اللي بيكون أورجانيك موجود في الطبيعة. فإذا فيك تتحصل عليه من الطبيعة لا تخسره، تمام يا شباب؟ ولكن ملحوظة مهمة كتير 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 أبو النصر، شو هي برامج المناقيع اللي عم تقدمها لطيورك؟ وكم مرة بالشهر عم تقدمها لطيورك؟ أنا بدي أعترف شلون، واللي بيعترف بالغلط فضيلي ما بيستمر على نفس الغلط. طيب خليك معي واسمع لحتى تفهم. المناقيع للطيور رئيسي ولازم تقدمها للطيور، ولكن مو بالكميات اللي كنا نحكي عنها سابقا، ولا بالطريقه اللي كنا نحكي عنها سابقا. ما بصير نعطي نحن مناقيع للطيور بشكل مستمر وعلى مدار الاسبوع، يعني يوم راحه يوم منقوع، يوم راحه يوم منقوع، يوم راحه يوم منقوع، ترى هذا الامر غلط. هاي خذوها مني، هذا الأمر غلط، ونتيجة عن علم وبحث ودراسة عن هذا الموضوع. لازم الطير يشرب مي. طبعا رح يكون في عنا ضيف على قناة اليوتيوب، ضيف على التيك توك إن شاء الله، الأستاذ سعد حلاق البطل، حاصل على بطولات في تربية طيور الكناري، ورئيس جمعية مربي طيور الكناري في أو جمعية مربي الطيور في تركيا. رح يكون معنا ضيف ورح يشرح لكم بشكل أفضل مني. طبعا حقيقة شباب، موضوع تقديم المناقيع للطيور وتقديم المواد المكثفة للطيور، فيتامينات وما بعرف شو، عم يكون ضرر للطير. الأفضل والأزبط إن يقدموا للطيور عن طريق تقديمه بوجبات الغذاء. ليش أنا لحتى خلي طير يوصل للمرض وأبدأ أبحث عن العلاج؟ ليش أنا ما أكون عاطي للطائر جرعة وقاية، مقوي البكتيريا النافعة، مقوي البروبيوتيك الموجود في جسم الطير، مقوي الجهاز الهضمي تبع الطير، مقوي الجهاز التنفسي عند الطير، في حال حدوث أي مرض بيجيك عارض بسيط، ما بيجينا الطيور مريضة توصل لمرحلة الموت وفقد السيطرة عليها. لهيك أنا بنصحكم نصيحة، برنامج الوقاية يكون بالخلطات. يكون بالخلطات، ما يكون بالمي. المي لازم تكون عند الطير ثابتة، والمناقيع تكون شلون بدي اقول لكم اياها؟ انه كل 15 يوم، على مدار 15 يوم قدموا 3 مرات بس. يعني كل 5 ايام منقوع. ولكن المواد اللي بياخذها الطير لحتى افهمكم اياها اكثر. طبعا في شباب بتعلق لي بالتعليقات او النصر، انت بتحكي بالموضوع بتشتت الفكره وبتحكي بشكل موسع وبتشرح لنا تفاصيل كثير، يا اخي نحن بدنا معلومه سريعه. تمام؟ يا صاحبي يا صديقي، انا عندي ما يقارب حاليا 3000 او 4000 او 5000 او 10000 شخص عم يشوف الفيديو، فانا هاي العقول الموجوده عم شوف الفيديو، في منا لازم شرب اياها بالمعلقه لتفهمها، في منا بالمعلومه وانا عم بحكي المعلومه عم تفهم، في منا لا بده يتصل لاخر الفيديو ليفهم المعلومه كلها. فانا ما عم بحكي فئه معينه من الناس. بارك الله فيك وشكرا لتعليقك. تمام؟ وانتم شو رايكم؟ توسع بالشرح ولا اختصر لكم اياه بموجز لمده دقيقه واحده؟ طيب اذا انا قدمت الماء بشكل عشوائي للطائر، عفوا المناقيع بشكل عشوائي للطائر، افضل ولا اعطيه انا بالخلطات؟
اليوم على سبيل المثال انا بحضر فلطه وحطيت فيها الزنجبيل وحطيت فيها الخولنجان وحطيت فيها اللهم صل على سيدنا محمد الجيسن وحطيت البيض المسلوق مبشور وحطيت الجزر مبشور، ولكن هاي الخلطات لها طريقه في التقديم والتحضير، وهي الخلطات راح نحكي لكم عنها بالمستقبل باذن الله تعالى، وراح يكون في معنا استاذ بهذا المجال يحكينا عن موضوع الخلطات وطريقه تقديمها بشكل صحيح. تمام؟ ولكن انا بحكي لكم صوره عن الموضوع. لما انا بعمل خلطه ودخل المواد داخل الخلطه، عمليه الاكل عند الطير وامتصاص هاي المواد عم تكون احسن، عم بتكون افضل من اني دخل الماء للطير بشكل مباشر. وراح نحكي لكم عن موضوع الجهاز الهضمي بشكل مفصل ان شاء الله. فوق كل ذي علم عليم. لهذا الامر اخوتي الكرام، الخلطات بتكون افضل من الماء والمناقيع. المناقيع في حاله المرض، في حاله لما فقدت السيطره عن الطير، ولكن انت قدام ما توصل لمرحله المرض وفقدانك السيطره عن الطير، فيك ترفع انت من مناعه طيورك بالخلطات. الخلطات هي الخلطات الرطب او الجاف. الباتين. هاي بالعربي فصيح، الباتين. مو خلطات البذور، الباتين. طيب يا ابو النصر انت عم تحكي لنا عن عشبه، ما كفيتنا عن عشبه، كيف بتقدمها؟ انا بقدمها لما بخلط خلطه باتيه للطائر، بكل خلطه باتيه وجودها شرط رئيسي. بكل خلطه باتيه وجودها لهي الماده شرط رئيسي. داخل الوعاء او داخل الخلطه اللي عم بقدمها، كان بالجزر، ان كان بالبيض المسلوق، ان كان بالباتيه، ان كان بباتيه رطب، ان كان بجاف، كلها لازم توجد فيها الزعتر الاخضر بمقدار معلقه صغيره لكل 200 جرام. معلقة صغيرة لكل 200 جرام، لأن الطائر لما عم بياكلها عم بشوف الفرق بشكل كامل، عم بشوف النشاط وعم بشوف الحيوية وعم بشوف التغريد وعم بشوف إنه الطائر بمرحلة غيار بيشكل على الحرارة. ليش؟ لأني بغذيه صح. الأمر الثاني، هاي المادة لما بتنوجد بمشربية الطير وبيشرب منها الطير ولو مرة واحدة في الأسبوع، ولو مرة واحدة في الأسبوع، إذا بيشرب منها الطير تعمل على تنقية الجهاز التنفسي عند الطير. تعمل على تنقية الجهاز التنفسي عند الطير. ونوجه كمان كذلك الأمر رسالة شكر، رسالة شكر للأستاذ سعد حلاق اللي أعطاني هالمعلومة، يعني إنه بنحط إحنا بأرضية القفص، بأرضية القفص بنحط عيدان من الزعتر الأخضر أو أكليل الجبل. أنا كنت حط رمل، ولكن لما حطيت الزعتر الأخضر وعيدان الزعتر الأخضر تخلصت من مشكلة كبيرة كانت تعاني منها، هي موضوع الروائح الكريهة داخل القفص. ما بقول لك الرمل ما بيعمل على عملية التصفية والتنقية من الروائح، ولكن العيدان تعمل أفضل من الرمل. وإن شاء الله أنا قلت لكم إياها من قبل، إنه أنا لما بدور لكم على معلومة ببحث عن معلومة بتأكد من المعلومة هاي، أنا من الواجب علي أقدم لكم إياها كدال أخير. العيدان هاي مثل ما انتم شايفين بهالشكل هذا، لما بتكسر وبصير بهالشكل هذا، فرشها بارض القفص، لا تحط لا رمل ولا اشاره خشب ولا اي شيء. ولا اي شيء، حطها مثل ما هي بارض القفص، تعمل على تصفيه الجهاز التنفسي عند الطير، تمنع تقويه المناعه عند الطير، تقويه مناعه التنفسي عند الطير، تسحب او تقوم على عمليه امتصاص الشوائب من البراز، تعمل على سحب اللهم صل على سيدنا محمد الفيروس او البكتيريا الموجوده داخل البراز، تمنع تشكلها او تعمل على منع تشكلها. فانا بكافح المرض قدام ما يصير في عندي مرض. ارتفاع درجات الحراره يا شباب مو بالامر الهين، يعني اليوم حرارتنا مثل ما انتم شايفينها عرقت، انا بغرفه انتاج عرقت. ارتفاع درجات الحراره بغرفه الانتاج بيسبب لك امراض لا تعد ولا تحصى. لانه مع ارتفاع درجه الحراره وجود الاوساخ كثرت عندي البكتيريا وكثر عندي الفيروس وكثر عندي الفاش وكثر عندي الجدري وكثر عندي كثير من الامراض داخل غرفه الانتاج. ولكن لما بكون انا عندي محصن طيوري حتى لو صابوا الفاش بضلوا بقوتهم بمناعه. بتمنى تكون وصلتكم الفكره بشكل صحيح، وبتمنى يكون الكل استفاد من هذه الحلقه، ولا تبخلوا عندنا باللايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.